السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين قناة تلتل جيمز. كمل معكم تختيم 100% لعبة دراجون دوغما الجزء 2. وش عندنا الآن؟ ايش نبغى نسوي؟ الآن احنا بنروح إلى فينروث، فينورث، عموما بنروح العاصمة، فلكن بنروح شوية كعابي، ولكن نضربها كعابي. نضربها ماشي، خلينا نفعل هذا عشان ناخذ 30، كويس. 30 ار سي نحتاجه. يلا. وين بنروح اول شيء؟ خلينا نطلع من هنا نمشي مع الشاطئ، تمام. بنروح اول شيء بنروح هنا عند الاحجار هذه، في شو اسمه، وسام استكشاف، وهنا في حجر عبور، وبعدين هنا في المنطقه نبدا نشوف وسام استكشاف. فنبغى احنا وسام استكشاف، نبغى حجر عبور. حجر عبور بدور عليها، ركز عليها، لان حجر عبور نحتاج عندنا. بعدين كم معايا الان؟ معاي 6. طيب نجيب واحد يصير 7. الان احنا جمعنا 29 وسم، اذا ماشي معاي. انا عندي لخبطه ترى في الـ في الـ في شو اسمه، في المقطع في لخبطه، في واحد وسام نسيته لكن عدلته. فاحنا الان عندنا، نعم، 49 وسام. انت الجامع معاي 49 وسام. احنا سلمنا كم؟ سلمنا 20 لهذاك، والان عندنا 49، يعني كويس. بقينا تقريبا 31. هذا وهذا مقرف ذا يا شيخ، تعدى من عندهم. وين اللي هو هذا؟ هنا هو عند الطيور. هذا مقرف ذا يا شيخ، اعطني. شوف كيف اقتله، اقدر اضربه. ممتاز. توني عناصر، اوكي، بالعناصر اقدر اقتله بسرعه. ممتاز، شايل هم المعفن ذا. طيب فين الوسام؟ بس عند الطيور، وحوش الطائرة، وحوش الطائرة هناك عند ذوليك، عند ذوليك نقتلهم، ثم نرجع. طيب قتلناهم، الآن نعطي مهلا، نعطيهم مهلا. لا أحد يجي عندي. ارجع أنت، نبغى ننقز فوق، يعني غثيثة شوي، نبغى تنقيز. داخل السلاح عشان يا لا تتزحلق، طب تزحلق. وهنا فينه وسام؟ هنا فوق. هو فين؟ هنا. هذا هو، وهذا هو، هذا هو. طب هو هناك فوق، ضغط اكس اكس، لا توقف اكس، توقف اكس عشان تتسلق على طول. وجاي في مكان مقرف جدا. شايفين فينه؟ ما ادري شايفينه ولا لا، لما حقته هذا هو. شايفينه؟ هذا هو فوق الصخره ذي بالضبط. شايفين وسام استكشاف؟ شايفين فين؟ هنا بالضبط. شايفين؟ هذه نشيلها بس، نعم. بنحط واحده هنا، يلا نحط واحده هنا. الان بيقابلنا اوجر، احنا نقتله. اطي على خشمك، ايوه، الصحه كلها راحت. يلا قبلنا اوجر، نبغى نقتله. ابغى شويه، والله اظن المايك فيه لخبطه، في مشكله في المايك يا اخي، ماني عارف شيء. اظن اذا شبكت شاحن، لاحظت شبكت شاحن السماعات، السماعات ما لها علاقه في المايك، يصير مشكله في المايك. طب نقتل الاوجر هذا ونرجع، بس نقتل الشباب اللي عند، انه هو الحاله ما هو مشكله. مع الناس يعور، هات نرجع لكم. ايوه باقي له بس تكه، مات. ورق يعني الشخصيات عندي، بس ليش يصير ثقيل انا؟ ماني عارف. اوكي مستوى 20، هذا اللي ابغاه، مستوى 20. ممتاز، هذا المعفن دخل هرجه وخبص علينا الدنيا كلها. نبغى مستوى 20، هذا اللي كنت اطمع فيه. دواء، يلا ما نطول هنا. موضوع فيه شوية إنه هيدا نخش هنا، بس ناخذ أظن هنا هو، هنا في منزل هنا. فينه؟ إيه هنا. تعالوا بس، تعالوا خلوه ذا.
هنا تلقى يا سيدي حجر العبور، هنا تلقى شايفين على هذا حجر العبور. ممتاز، معانا 7 الآن. ممتاز، جاي هذا. تعال يا وسخ، خذ الله، رفعناه واحد من فوق واحد من تحت. والله ضايع مو عارف. لا فين نروح الآن؟ الآن في واحدة هنا شايفين، في وسام هنا ناخذه. يلا يلا مشينا مشينا مشينا، يلا بسرعة الوقت. عندي الوزن ثقيل شوي. يلا لا توقف الشيء، بس ادعس. والله مرة الوقت لك عليه، الوقت لك عليه، قدرة التحمل لك عليه. ادعس بس، لا تقاتل أحد. تعالوا هنا بس، إلي إلي، ما عليك من أحد. لا تقتلون ابن أمه. هنا شذي، هنا هذه هذه شايفين، هذه هذه هو وسام استكشاف هنا بالضبط. لا مو هنا، هذا نشيله ذا، لخبطكم إزالتها. هنا شايفين، هنا بالضبط شايفين، هنا قبل تمشي مع هذه. الآن بنروح على فير نورث، الآن بقفل من عندكم، ما في ولا شيء قدامك مرة، بس ادعس من هنا إلين تصل فير نورث إن شاء الله. ممكن يقابلك هنا ذو العين الواحدة، نصيحتي يقتل عشان تجمع لك اكس بي، ليش لا؟ طيب الآن نروح لفير نورث ونقابلكم هناك. طيب احنا الآن رجعنا لفير نورث، ريحنا هنا، رتبنا العتاد حقنا. ايش بنصلح؟ الآن بنصلح مهمات جانبية ورا بعض. أول شيء لو تذكرون في المقطع الماضي، في نهاية المقطع فتحنا مهمة جانبية. المهمة الجانبية هذه لازم تفتحها، يعني تفتحها مع القصة نوعا ما، اللي هي مهمة القضاء على الوحوش. شايفين المهمة هذه؟ لا اللي هي غزو الزواحف، معلش غزو الزواحف. شايفين المهمة هذه؟ غزو الزواحف، هذه المهمة اللي هي أخذناها في مدينة، اللي هي في قرية، قرية ايش هذا اسمها؟ كافينا في القرية هذه اللي هي قرية هاف. لما خلصنا من الكهف جانا رجال وقال ابغاك تساعدوني، وساعدناه. لازم تساعده، اذا قبلت لازم تساعده، تمام؟ المهمة هذه الان بنخلص، الان بنسافر، بنروح بنجي، والله بنخلص حجر عبر كثير. بنسافر هنا الان، احنا خلصنا الان، لان نرجع له هنا ونساعد، وبعدين نرجع هنا في فير نورث ونروح على ميلف، نسافر على ميلف، وفي ميلف نلقى تنين ونقاتل التنين. تمام، عشان نفتح كلاس، الكلاس هذا مطلوب في البلاتينيوم، يعني على تروفي. اول شيء الان بنجي هنا، بس بنروح هذا الدرع من ذا وين رايح. اول شيء بنريح للمساء، عشان بنروح البار ونقابل الرجال، نخلص المهمة اللي هي الأساسية. نجينا بس ريح لليل، نخلص لازم نسلم. هي من شروط التنين حاجتين، واحد تخلص المهمة هذه اللي هي غزو الزواحف، و تخلص المهمة هذه، تسلم المهمة هذه اللي هي مهمة، قولوا معاي، المهمة الأساسية هذه تخلصها. نجي نشوف هذا معلم حقنا، بس سلم المهم، ما تحتاج تبدأ المهمة الأساسية الثانية. يلا تعال، خلي جينا هنا، ناخذنا كذا أبو تقريبا يمكن دقيقة أوريك. يلا بس نخلص من هذا الحين، بس سلم المهمة لا تبدأ شيء ثاني. أخبرني عن عبادة الوحوش. خلاص احنا خلصنا كل شيء، يلا خلصنا كل شيء، أبلغت القائد. خلصنا هذه المهمة، خلصنا. يلا الآن أطلع من عنده، لا تكلم ولا شيء. فين بنروح الآن؟ بنروح على هنا، ناخذ اللي هي شو اسمها دي، يقولوا معاي عود بش فيها، نسلم الأغراض من هنا ونستخدم حجر العبور. يلا استخدام، ونروح على قرية هارف. احنا فعلنا قرية هارف هذه اللي هو السفر السريع، ونروح على هارف.
المفروض نريح للصباح، المفروض ونصل في الصباح. قول ما وصلنا الصباح ليه كذا؟ ماشي. طيب شوف تفرق، أظن ما تفرق، وتريح للصباح المفروض. التاجر جابت شيء، إن شاء الله ما حجر عبور. بعد ليه كذا؟ مشكلة. هذا هو، يلا يلا. جاء واحد هنا، جاء الشايب هذا، الشايب هذا حق مشاكل. ايش بقى من ادري ايه؟ الان عدت زيارة قرية كهف، قرية هارف. ان يجون الاعداء مرة ثانية يقتلهم، جو الاعداء مرة ثانية يقول اقتلوهم. جاتهم الضبان، اعطيه واعطيه ولا ترحم، لا ترحم. ياد ايش تسوي انت؟ خذ ايش سويت؟ سحبته وضربت بصاحبه. والله هذه بدا. لا 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 كذا انا مجرم، انا حسيت اني مجرم انا من زمان. طيب يلا، اختفت العضايا، لقد قتلت العضايا. ايوه هذا الشايب زعلان، شايب عنده قضيته مؤامرة، في واحد صالح مؤامرة على القرية حقتكم. ما فيها شيء قرية ترى. يلا خلصنا، خذنا لنا 5000، خذنا لك اكس بي 1800، وهزمت العضايا مجددا. حان وقت الاطلاع فيرون. الان كلم مين؟ كلم فيرون. فين فيرون؟ هذا هو. خلاص كملنا، كملناها خلاص، كملناها خلاص. انا في تاجر هنا، وفين هو؟ في تاجر هنا، في تاجر هنا يتكلم يا اخي، عنده غرفه هنا بس اظن بده يصلحونه بعدين. طيب ما علينا، الان فين نروح؟ الان نروح على فير نورث. راض استخدم، والله استخدم الماش فير نورث. نعم الان بنريح، ما في حال يروح المنزل، بريح هنا بسرعه. $1000، 2000 والله. ايش بك يا سلطان؟ طيب الان ننزل عنده، الان نركب دقيقه بنزل عنده بزبط اللي هي شو اسمها الكلاس حقي، باخذ لي كذا حركات طورتها انا. بشوف فتحت حركات. وخر 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 انت فيه. انت نايمين برا ولا ايش؟ وانا حق الكلاسات. هذا هو. Have you business with the guild, sir? I should be glad to. وش عندنا؟ تقسيم نحو السماء، نفس الحركة ذي بس طورها. ممتاز، ما يمنع. مسح هادم نفسها بس طورها، ما يمنع. الزير نفسها بس طورها، لا محتاجة. انقضاض دموي هذه محتاجة، هذه رهيب سقوط التوحش. ناخذها نحطها بدل الخوار. انقضاض دموي، انقضاض دموي عندي تو يدرنا عندي، تصدقوا نحطها بدل انقضاض دموي. افتح هاي سلسلة الضربات، تضرب على بعض مربع، صد تصد، وسالفة تضرب نفس الضربة تصد نفس الضربة. اصطدام، اصرار، ناكل له. طيب ممتاز، نشوف البنت ايش عندها. هذه والله هذا جيد، والله هذا بصراحة. بس ناخذ هذه احنا حاليا، ناخذ هذه اللي عندنا. وهنا ما عندها شيء، هنا تدخل، ناخذ التدخل. يلا طيب احنا كذا خلصنا. الان فين بنروح؟ الان نركب العربة ونروح على، بدي اطور السلاح. نركب العربة ونروح. اوه وش ذا؟ لا 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 جديد، وهذا جديد خلقت له. ارجع لك، تعال هنا. والله لعبنا فيه لعب، لعبنا فيه لعب. عموما انا جيت هنا ولقيت هذا عنده حجر عبور، اشتريت من عنده حجر عبور، هذا حق اللي هو الاغراض. لان جينا اللي هو حق العتاد هذا، بنطور العتاد. تعال من الخلف، تجي من الامام، من الامام ممكن يقابلك واحد يعطيك مهمه يغثك. فلا
تجي افضل تجي هنا شراء، لا بنصلح تحسين وحسن السيف، اظن معانا ادوات حقه السيف، قرد عفريت غابات وخام مرقش، بس باقي لي خام مرقش اذا ما ادري شنو خام مرقش. اول هذا اللي جبناه في شلناه في هذا الدرع اللي شلناه في كهف اللي تذكرون ودكم جيد. طيب خلينا كذا كويسين، اسلحه صار قوي. الان في الروح فيلن، الان فيلن دخلنا فيلن نلقى تنين، التنين هذا خلص نعلمكم ليش المستعجل. وفين العربة يا شيخ؟ تعال انت يمكن معاها شيء، يمكن معاها حجر. هذه ما معاها حجر، ذي معاها خاتم سمعت منه. ما عندك شيء، يلا يا حبيبتي. لا عليك، وخر وخر على الجرس. نستدعي العربة. طيب جت العربة، يلا الآن نروح فيلن. ميلفي مو فيلن، ليش أقول فيلن أنا؟ ميلفي نسيت اسمه. يا روح لميلفي، نصل ميلفي نرجع لكم. طيب وصلنا على ميلفي، الآن نلقى تنين. تنين في أيوة تنين موجود الآن. تنين تقدر تقاتل كذا راس براس، هو بس نقص الصحة حقته، أو تقدر تروح هناك تصيب بالمدفع هذاك اللي فوق البرج، لكن هو ما هو ذات الصعوبة، بس تفجر الأشياء دي اللي بجسمه، تفجر أشياء بجسمه بس. هذه الأشياء دي النتوءات هذه الغريبة تفجرها، هو تفجرت. شكلي بروح طاح النار 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 والنار النار ولعنا الولد. تعال يا بنت اعطينا صحة. طيب هو الان ممكن يطير الان، والله طفشنا شوية والله، والان ممكن يطير. اي طاح كويس، نجعلها كذا. ايوه اطعنه 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 يا بعيدة عندي كلها. ممكن يطير الآن، وما هو هدف انك تقتل، هدف انك بس تنقص الصحة حقته شوي. طفشنا. طيب الآن هنا يجيك شخص، لو قتلته أفضل تصدق، يجيك شخص يعطيك ايش؟ دقيقة، الحاجة هذه على البير هذه نحتاجها الآن. يعطيك شخص، هذا الشخص يجيك ويفتح لك كلاس، الكلاس هذه فتحته عليه تروفي. خلاص ناخذ اخته، اخت بالورد دم التنين، شوف بالورد دم التنين هذا، خذها خويتي اخذتها. الان هنا تدور على شخص تكلم، فين الشخص هذا وشايفينه؟ فين هو الشخص؟ فين كان هنا؟ هذا وشايفينه، هذا وشايفينه، كلمه. يلا سؤال عن اسمه، سؤال عن اسلوب قتاله، لازم تكلم عشان تفتح رماح سحري، عشان تفتح الكلاس هذا. الكلاس هذا فتحت الآن عليه تروفي، خلاص الكلاس هذا مفتوح. حنا الآن بس نروح نفتح الكلاس، نغير الكلاس ووريكم. بس نروح الفندق، بس هنكلم البنت يوريكا ثاني من الشباب، نكلم يوريكا. وش اسمه؟ نفتح الفندق. قاعد يوريكا؟ وين يوريكا؟ مجننات يوريكا. بس ليك ما كلاس فين افتحناه الان. ترتيب المخزن لا. رابطة الحرفة، تغيير الحرفة، هذا الكلاس فتح رماح سحري. او رماح سحري. نفتح هذا كلاس رهيب ترى. نعم خلاص هذا التروفي. القدارة الثنائية. هذا تروفي الأقدار الثنائية، هذا من الكلاسات الرهيب ترى. شوف عتاد هذا هو. طيب ناخذ الآن، لا ما راح آخذ الآن، خليه بعدين. هو والله ترى ممتاز، ترى جدا جدا ممتاز. الآن برجع المحارب، اشتغل المحارب شوي.
طيب الآن بنروح نكلم مين؟ آخر علمتي. طيب فين نروح؟ المفروض الآن هناخذ الصحة بس هذه. المفروض نروح نكلم أوريكا، بس أول شيء نريح. دقيقة، نروح لبيتها. نلقاها ولا ما نلقاها؟ ليش جلست يا حبيبي الله يحفظك لي؟ ليش جلست؟ من بيته؟ بيته هنا، هذا بيته. أيوه بيته الكبير هذا اللي فيها الباليستا. هذه شايفينها أوريكا، كلمها. طيب لازم نسافر ونرجع، بس والله ما احنا بسبيل راجعين، يعني ما احنا مضيعين فيرستون، ما احنا مضيعين والله حجر سفر. ايش بنصلح انا الان؟ الان بروح لانك بترجع شو اسمه، لا خلونا تدرون نرجع بالعربه، نرجع بالعربه الفير نورث. انا نسيت اني هنا، ارجع بالعربه الفير نورث، بعدين ريح في فير نورث وارجع هنا. هذا شو عنده واقف هنا؟ هذا عنده شيء. طيب يلا الان نروح الى فير نورث. اجلس، ما احتاج اوريكم، خلاص الان بروح فير نورث وبرجع. طيب الان ايش حصل؟ جينا هنا فير نورث، رحنا الفندق، نمنا يوم كامل، والان بنرجع فير نورث. استخدم العربه هذه الان في حاله هذا ما اعطاك وجه، هذا شو اسمه العربه ما اعطاك وجه، يعني يقول لك والله خلصنا الان ما نودي احد، وقفنا. اضغط هنا بس، اضغط على الجرس. بعض الاحيان كذا يقول لك لا والله خلاص وقفنا ما نستقبل ركاب، بس اضغط على الجرس هذا بيجيكم. خلاص نركب، هذا هو نركب هنا بس. اجلس الان نروح نلقى اوريكا. اوريكا نلقاها في الغرفه حقتها، في المنزل حقه، تتكلم مع واحد، بعدين تقول لك شو اسمه تبغى تبات عندي تنام عندي، تقول له نعم، تنام عنده، تصحى تلقاها ما هي موجوده، تطلع المنزل. ايش اتكلم؟ اعلمكم الان اوريكم. طيب مهمات هذه ايش اهميتها؟ ليش مهمه المهمات هذه؟ المهمات هذه مهمه لان فيه تروفي. اوه في اعداء، وين؟ يا ما جانا غير ذا. تعالين تعالين خوار خوار خوار، لا يكسر لي، يرحم امك. تعال هنا خوار، تعال هنا هنا، تعال هنا هنا، ركز علي انا، ركز علي انا يا حيوان، ركز علي انا يا اخي، ركز علي انا. كويس راحت العربه، كويس اقتله، ابغى يدمر العربه، يعني يدمر العربه عزاب العبيد. انا ابغى ادمرها، ما هو معه معي منه. في اعداء ثانيين غير، في اعداء غير. هذا الحيوان اي مقتلناه، اهم شيء لدمر العربه، اي دمر العربه المعفن انت. والله من طلع لي وين العربه راحت؟ راح عنا. وقف، اجلس، ما طلع لي احد ترى، على كثر ما سافرت بالعرب ما طلع لي احد، لكن في الاخير طلع لي هذا. طيب يلا طلعنا الان الديره. طيب الان نروح ندعس على منزل اوريتو، ما دام هذا واقف هنا كويس ما تفرق كثير. وقفت هنا، نروح بس على اوريكا كلمه. وين المنزل؟ فين سفاه؟ هنا هذا المنزل، هي قرية كذا صغيرة وبيتين. وش طيب هذه مهمة ليش؟ المهمات هذه، هذه مهمات ترى بعض، مهمة ليش؟ هذه مهمة لحاجة تصلح علاقة بينك وبين الشخصيات، فهمتوا؟ يعني لأن الشخصيات في تروف يبغى منك تصلح بينك وبين الشخصيات علاقة، بحيث أنهم يحبونك، عشان يحبونك تعطيهم هدايا. يحبونك لازم تعطيهم هدايا، تمام؟ فاذا خلصت المهمات هذه تصير الحب هذا يعني بسرعه، ما يحتاج تعطي مدايا كثير. ف
طيب يا تقول يلا ريح، بات عندنا الليلة؟ قل نعم، بات عندكم الليلة وبيتنا عندهم. الآن نطلع من المنزل، نلقى مين؟ نلقى الشخصية هذاك. وأين أولريكا اسمه؟ هذا بقصة غريبة ذا. يلا لأنه يدونا فين، رجعونا القرية، هربت أورليكا من القرية. يقول لك الآن أورليكا راحت فين؟ طيب عليك العثور على أورليكا. فين راحت أورليكا؟ أورليكا دستور الجندي، خذ دستور الجندي. أها يعني ما يحتاج تخلص المهمات، تاخذ الآن دستور الجندي هذا. هو مو الآن تاخذ، احنا كنا رايحين له بصراحة. دستور الجندي هذا لو استخدمته الآن يعطيك آخر أقوى شو اسمه، أقوى مهارة في المقاتل، مو المحارب هذا، المقاتل هو الكلاس المقاتل. شايفين؟ هذا المفروض تاخذه بعد ما تخلص المهمات، لكن اخذناه الان، لا كلمناه واخذناه، فلو استخدمناه خلاص اخذنا اللي هو مهارة السيد المقاتل واب للغضب، فتحنا مهارة الواب للغضب. حلو، فالمفروض يعطيك اياها بعدين، لكن كلم انت الان لين يعطيك اياها. هنا كلم الان، هنا لين يعطيك اياها. تمام، طيب الان فين نروح الان؟ فين اوريكا؟ اوريكا او اولريكا موجوده في القريه هذه. نستخدم الآن حجر العبور، نستخدم حبة كذا استخدام ونسافر إلى قرية هارف. نعم هذا المفروض تعطيك إياه بعدين يعني مو الآن. طيب أوكي ما عليك، يلا الآن نلقى فين أولريكا. أولريكا نلقاه هنا في بطن القرية. هذه جابت حجر عبور، ان شاء الله جابت حجر عبور. جبتي؟ اوكي جابت، نشتري واحد. ممتاز، صح عليك يا وحشة. هذه كل ريكة، شايفين كيف تكية؟ يتكلمك الآن. هذه ريكة. الآن دخلك الكهف، نرجع الكهف هذاك، ونساعد شخص. ايش؟ وش دخلني الغد؟ عليك توجه لكهف العاصفة. وين كهف العاصفة؟ ونقول لك كهف العاصفة ما غير اللي هو الكهف هذا. هذا كهف العاصفة اسمه. نساعد، يبي خنفشنا كهف العاصفة. يلا نمشي نهاية الكهف، إلى نهاية الكهف. قالوا الجميع شوف هذه الشباب أولريكا. الشباب قال أنت هل جئت لمساعدتنا في عملية الإنقاذ؟ شكرا لك، ما أدري إيه والله إنك ذيب. يلا أمشي، فينا حاجة ما أخذناها، شفتين في فلوس 315. يلا معاي، يلا يا أخوان هنحفظ بس عشان أظن ما له داعي، بس نحفظ. يلا يا أبطال، اي احد يقابل لك تقتله وتسحب عليه. ما اسحب عليه ولا لا يمنع، لا تفل ورع. يلا قتلناهم، نكمل نطلع على فوق. ان من هنا بنروح بس بنشطح، بوريكم نشطح من هنا، بوريكم الخريطة، بنروح من هنا المنطقة هذه. شايفين؟ نلقى واحد كذا يهبدون فيها دولي. شو الحركة هذه؟ اكس اكس سقوط الوحوش دوج اكس، بس تخلص قدرة التحمل. ياو تخلص قدرة التحمل دي، بس والله حركة مليانة. ياو ناخذ هذا. يلا 20 ليه كذا الدلع هذا، مستحق من الشيء هذا. طيب ومجمعين هناك جاكم عشان انتم؟
يلا معاك. جمعين هناك نايم هذا، نعطي واحدة كذا، واحد اثنين، مجرد ما تولع كذا فكه على طول. نعطي واحدة كذا كمان من فوق، قرب الوزنية حقه. الله معي خوي، وين ضربناهم مع بعض اثنين؟ والله يا الله حرام عليك يا اخي، واحد يضرب بس. يلا قرب قرب انت وياه، شوف كيف الدمار. ما معاي حاجة ذي، هو معاي شيء لقدرة التحمل. عبوله طيب، قتلناهم والله، قضينا عليهم، قضينا دمرناهم تدمير. صندوق هنا وش فيه؟ ترس، ترس خفة. فين هذا خويكم ذا؟ خويكم هو هنا ولا هنا؟ رجعت يا رجل. لا لا لا، ما نرجع. خويكم ايه، هذا هو. ساعدناه والله، ما ادري من ساعدناه. يلا اوكي، مبروك النجاح. وعنده صندوق هنا للبقرس، ما ادري كيف هو هنا تساعده في هنا. والله ما ادري كيف ساعدته. انا اخذ هذه بس. يلا الان نطلع من الكهف بس. خلاص خلاص، المعول ذا ما ادري من جاي. يلا طلعنا. ركز لي دائما على الخريطة الصغيرة، الخريطة الصغيرة انساها، هي اللي فيها كل شيء الخريطة الصغيرة. والله ما عندي قلقاس انا، القلقاس عشان قدرة التحمل لو نقصت تعب بسرعة. اوكي رجعنا لهذا، اخذناه جاز. شوف كيف اذا وزنك خفيف الدعسة كيف. نطلع، ما يحتاج. هم يجون وراك، يجون وراك ولا يجون وراي؟ والله ما ادري. ترجع المفروض كمان تشيله، كمان هذاك تشيل البسه. خلاص طيب خلاص، تعب خويني. في واحد اصفر وراي ماشي معي صح؟ خلاص حنا كذا كويسين، خلصنا من هنا. يلا نخش القرية ونلقاهم في القرية. كلمونا في القرية الآن، نقابلهم هنا. خلاص خلصنا. هذه الريكة مبسوط علينا، هذا كمان مبسوط له. طيب أخذنا 6500، وأخذنا تم رفع إعجاب الشخص إلى أقصى حد. هو هذا التروفي اللي هو ترفع إعجاب شخص إلى أقصى حد. بس المفروض والله ما أدري، خاصة المهمات يجيك ولا لا، ماني متأكد والله منه. هو في طريقة تعطيهم جوائز، بس الريكة ظنها حبتنا الريكة، تصدقون؟ هذا هو التروفي. إذا بطلع لك التروفي هذا أوريكم طريقة نجيبه فيه. وعطتنا كمان حجر عبور. اتفحت الانتليشن صار الحين غيرانة يعني ولا؟ هنا الآن تقول لك أنت جبتك الصدفة ولا تبحث عني؟ بدت البنت. طيب هي تدور على التنين تبغى تثبت. طيب تبغى تبقى هنا، تبغى تجلس هنا. طيب طيب التروفي لا تشون هم، التروفي هذا راح نجيبه اصلا اذا احنا رايحين نجيب تروفي ثاني، يعني لا تشون هم. اذا ما جبت تروفي هذا لا تشيل هم، تمام؟ كيف تعطي الناس هدايا؟ لو جيت لاي شخص مثلا، جيت اي شخص، خلينا نجي هنا، لو نكلم البنت هذه كلمها، اذا ضغطت مربع، شايفين مربع مكتوب منح هديه، شايفين في اليمين؟ تضغط كذا منح هديه وتعطيها هديه، تعطيها شيء. مثلا خلينا نعطيها السمكه هذه، يلا خذي لك الرنقه ذا، يلا
بعضهم ما يحبون يقول ايش هذا الكلام هذا، تمام؟ فلشون هم هذا راح نجيب التروفي هذا اذا حنا بنجيب تروف ثاني، تروفي ثاني متعلق فيه وبقوه كمان، تمام؟ انا والله ما ادري ايش جاني، يمكن زودت انا الحب بيننا كذا، ما ادري عجبت فيه عاد شو اسوي، عاد انا انسان كذا انحب بسرعه. اذا انت ما جاك التروفي لا تشيل همه ابدا، لا تشيل همه ابدا، تمام؟ عم خلصنا هذه، حنا الهدف اصلا من المهمات هذه كلها هي حشتين، نزيد الاعجاب عشان نحتاجه بعدين، و تكتيك المخزن ما عنده حق الحرفة. ها اوكي، والاهم نجيب اللي هي السكرول اللي هي اللفافة حقة اللي تعطيك القدرة اللي خذناها مليونارت، اللفافة هذيك شايفينها. فالان نرجع الى، نرجع الى ملفي، بس كيف نرجع الى ملفي؟ نرجع الى ليش مستخدمه؟ ايش ما اقدر استخدمه؟ ايش المشكلة؟ نرجع دقيقة الأغراض استخدام، نرجع لفير نورث، ومن فير نورث نركب العربة إلى ملفي، ونكلم ليونارد ونقفل المهمة. فنروح ليونارد الآن هنا بس نخلص المهمة هذه اللي هي مهمة المصائب لا تأتي في إرادة، هذه المهمة شايفينها. فين اللي هو ذا؟ نروح ملفي على طول، والله ما ريحنا، عسى ما يجينا، ما جينا غريفن. ترى اول كان بيجينا غريفن اول لما جانا الاوغر هذاك قدام، لقيناه هنا، لقينا الاوغر هنا، لقينا غريفن كمان، بس غريفن طار لما خلصنا الاوغر، غريفن طار كذا فكنا من شره. طيب نركب العربه، يلا مشينا. ايه جانا، جانا جانا الكلاب ذاولي، تعال هنا يا هو، جمع علي، انتبه ترى سلاحك ترى معفن، اضغط مثلث بس، تبي لا تضغط مربع تضرب العربة. وين خذ بس، يلا رجعنا. وصلنا نلقى فين ليونارد، بس نكلمه نطمنه نقول ترى البنت بخير وتسلم عليكم، تمام؟ والريكا مسوي حبيب الولد. طيب نروح فين وفين هو، من نلقاه؟ نلقاه في الفندق او نلقاه في المنزل، وبالعادة في الفندق هنا، تبطح هنا في العادة، مو هنا، نلقاه في المنزل. اجل فينه؟ ما لقيناه، هذا هو في وسط المنزل. كويس، اعطانا حاجة، خلاص اعطانا 4500 واعطانا الخاتم. اذا ما اعطاك زي ما قلت، اذا ما اعطاك اللي هي ما تقدر تعطي شيء، اكملت المصالة تاتي في رادة. خلاص بس ما احتاج ترفع اللي هو ذا، خلاص يعطيك اياه اللفافة، خلاص خلصنا كذا. كلمه لين يعطيك اللفافة عشان تستخدمها، بس حنا كذا امورنا زي العسل. الان فين بنروح الان هنا؟ طيب الان فين نرجع الان؟ حنا فين؟ حنا في ملفي، نبغى نرجع الى فير نورث. خلاص حنا خلصنا هنا، نرجع فير نورث ونخلص مهمة كذا، مهمة مزعجة نوعا ما، ماني دا يعني ماني متأكد من اهميتها، فراكن نخلصها الافضل، هم جانبية مزعجة كذا، فنخلصها الأفضل. نستدعي الثور، يلا يا الله عداء، مو معقولة. مين يوي هذا مرة ثانية ذا؟ يا ابوي امتحنت انت، يا ابوي امتحنت، اهلا، خلنا ارجع لكم. سر يا شيخ، لا يرمينا بس في الموية، ايش معلق ذا كذا؟ والله العربية انقلبت، هو جانا بطير العصفور هذا، غريفن جانا، والدنيا تعزه، وأنا متعلق على هذا. الله علينا يا شيخ،
والله الدنيا تعادل، بس خلني اقتل هذا ما دام جانا. في تروفي اللي هو الجريفن هذا يبغى منك ايش تصلح. بيرمي، ما تقدر عليه. هذاك مات، اقتل هذاك الحين. اقتل هذا ولا هذا، والله تورطنا. طيح انت خلاص، طيح مع الموي. خلاص طاح كويس، خلاص طاح 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 كويس، طاح طاح طاح. يلا مش وقت هذا، ارجع لكم. ايش الدعاثة العربية راحت. هذا هذا اوه، هذه بتموت اختي. اختي في الله، تعالين 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 الي الي الي، اعطيها صح. ايوه والله شقة شقة، عم بخليكم مقاتلة الجريفن. بتعلق عليه يقول لك اذا يبغى، ما اقصد الذيب ذا الطالع ذا، اذا تعلقت عليه وطار فيك اصح عندي مضروبة، تاخذ تروفي. اذا تعلقت فيه وطار فيك يا حبيبي روح عند ما جيت انت، عم تعلق فيه. ما تعلق فيه هنا يا شيخ، تعلق براسه. ما ادري تعلق يعني تفرق ايه، يعني اللي من عاد تفرق. تعلق فيش بالضبط؟ لكن خلنا نتعلق. تعال هنا خلنا نتعلق فيك ناجم، تعال هنا اعطوني صحة. جمع يا اخياتي، روحوا جو شباب، والله تجمعوا بشر كثير. طار الجريفن يا خسارة، راحت العربية، راحت خلاص، راحت العربية. الله ياخذ الحيلة، انا بخلص مهمات. وهذاك طاح في المويه المسكين، والدنيا دعاثه يا ولد. شو الدعاثه ذي؟ والله دعاثه. طيب العربيه راحت، نصلحها دي، نصلحها اظن دي نصلحها. مات ذا. اي طيب ايش بعده، ايش بعده؟ فير نورث، والله فير نورث والله بعيده. استخدم حجر، بس استخدم حجر، ما يمدي استخدم له يا عدا. تعال إلي، استخدم الحجر. أوكي استخدم الحجر، روح فير نورث. طيب الآن إيش قصة المهمة هذه؟ إيش قصة المهمة هذه؟ هي تفتح لك مع وأنت تخلص المهمات، أول فتحتها لنا يعني، ما في وقت أو طريقة معينة تفتح فيها المهمة هذه. عينان في أثرك، اللي هي عينان في أثرك. هذه المهمة تبحث عن شخص يتبعك، هو بالعادة يكون هنا، شايفين؟ ورحت المهمة يا رب. ليش قلت السحرفات تبعنا من هذي؟ هو بالعادة تلقاه خلف الأسواق هنا، انتبه لك إذا يطلع لك أو تريح، لأن تلقاه هنا بالعادة. ويختلف مكان ما تلقاه فيه، مكان لمكان تختلف. شكله كذا لابس وهودي تلقاه هنا، بس تدرون قلنا تلقاه هنا. هذا مو هذا، ايش عندهم؟ ويسرد اسم. خلك لوحدك، شايفين؟ صرف اللي هم ال صرف هذول، شايفين؟ شوف هو عشان تشوفه، عشان تكشف اظن لازم تصرف هذول، تعطيهم مهلا، تخليهم يستنونك هنا. تمام، هذه البنت اللي اعطيناها، هذه البنت لما خلصنا منها اعطيناها خلاص المهمة حقتها، كلمناها أكثر من مرة هناك عند صندوق، أعطتنا لفاف، اللفاف ذيك تفتح لك اللي قدر. هذا هو، أيوه هذا هو، هذا هو، هذا هو الكلب. خلك عنده اضغط R2، إذا جيت عنده اضغط R2، هذا هو. الآن
ايش عندك انت تتبعني؟ ايش تبغى؟ من انت؟ Let's just say there are. I was to report on your. But I suppose that's so. How about it, friend? يلا. الآن يقول بعطيك فلوس وتتركني. طلب تعويض الرفض. أرفض. أرفض ليش؟ عشان يقتلك. الآن هو يقتلك. لا تقاتله. اسحب عليه. لا تقاتله مرة. إلين يجي مين؟ يجي شرطي كذا يمسك اللي هو برانت. لا 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 مهلا 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 لا تهبد فيه مهلا 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 لا تهبد فيه لا تهبد لا هلا لا حد يلمس انت ما قلتكم مهلا جايبكم مهلا لا حد يلمس لين يجي برانت انا برانت هي مهلا لا حد يلمس انا صحة بس انا برانت تأخر برانت تأخر برانت لا تقتلون ارحم امكم فين برانت ايش ما جاء لازم اقتل اظن هو ما في شيء يعني بس يفضل برانت عشان الناس اللي بدهم هذا شو عنده ده يحقق معاه برانت خذ فين برانت هي اهو لازم نقول ناكل الصرف اوكي جاء برانت هذا هو هذا برانت جاء برانت الان جاء الان هذا عمير سلو بتالي الله عليك العودة تتحدث مع القائد برانت بعد بضعة ايام لا نروح للبيت حقنا نريح كذا ثلاث ايام اربع ايام بعدين نرجع برانت هنا فين البيت حق هنا بنت هنا هذا البيت طيب روح البيت او فندق على كيفك بس بيتك يعني مش عندك بيت يعني ايش تروح فندق ما نعرف ايش فندق هذا البيت بيت بيت ما هنا ضيع بيت انت والله مضيع بيتي هذا بيتي اي والله مضيع بيتي الريحين هذا فيه اشياء تلقاها الناس يعطونك كورت وليركا اوه وليركا اعطتنا حجر عبور يا حبيبتي وليركا الله عليك على جمالك يلا نريح هنا ثلاث ايام اربع ايام بدنا نرجع خلاص كذا كفايه ريحنا كذا اربع ايام الان اروح للولد من هنا هنا ولا فين؟ من هنا رحت انا طلعت برا من السنتر وين رحت ايش العرافة ها العرافة تعلمك تقول لك انت تروح كذا ارجع لك طيب نروح هنا نجلس بس نجلس في الكرسي لليل ابدا نروح نكلم برانت برانت ما ادري ايش فيه برانت الله يهديه انا ما ادري ايش على الكرسي هذا غفوة لليل طيب تمام الآن نروح لي البيار هنا خش نبتد من أي باب ثاني يعني مش شرط الباب اللي تدخل معانا هنا هذا هو يلا نجي هنا تعال يا برانت يلا يا برانت تعال فين الآن اسأل عن الجاسوس أخبرني عن العميل المعتقل بس برق القائد برانت ما توصل إليه أخذنا الأربع لا أخذنا كل شيء دل عن أنفسنا وخاصة المهمة عينان في أثرك طيب الآن المهمة هذه عينان في أثرك هي غثيثة كذا أن تبحث عن الشخص هذا لن تلقاه ويشرد وإذا شافك يشرد الحقوق واضغط R2 طيب حنا هنا وصلنا معكم نهاية المقطع المقطع الجاي إن شاء الله راح نبدأ في مشوار طويل نطور شوية راح نبدأ مشوار طويل مع الشخص هذا نكلمه وراح يودينا
تقريبا إلى شمال الخريطة، يعني نمشي مشوار ونجمع أشياء. تمام، في الختام لا تنسون اللايك شوف القناة وتفعل مقطع أصحابك، خلهم يستفيدون من تقديم لعبة ترفيهات هذا الدقمة، وياكم حساب انستغرام ويكسل تليكم ألعاب العباد أصلا تلتين السلام.